يا صباح الخير لكل الأشخاص يلي انضموا لنا بختام هذا الأسبوع، وبختامه بنتمنى لكم الخير البركة الرزق. يعني ختام هذا الأسبوع بيكون كتير مهم، أنه بنرتاح من تعب أسبوع كامل عنا يوم الجمعة، فبيكون كتير رواء. يعني وشكرا كتير للأشخاص يعني الحلوين الموجودين بحياتنا يلي بيبثوا لنا الطاقة الإيجابية، وبنكون مبسوطين أول ما نفيق الصباح نشوفهم ونصبح عليهم. يسعد لي صباحك يا ولد. صباح الخير يا نور، كيفك اليوم؟ تمام إن شاء الله يا رب على طول تمام. أنت وكل المشاهدين اللي عم يتابعونا يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تحضرونا على شاشة سما الفضائية. هلا صح نهاية الأسبوع نحن بننطرها، بس في ناس عم تقول إنه وين بدي أشحن موبايلاتي إذا قعدت بالبيت، لأنه الحمد لله ما عم نشوف الكهرباء أبداً، قاعدين ببيوتنا على العتمة، وهلا بس اشتد البرد شوي تانية خالص يعني بنصير بنتحسر أكثر وأكثر. على وعسى الجهات المعنية يعني تلاقي حلول لهذا الموضوع، لأنه فعلا في مناطق صرنا بداخل العاصمة السورية دمشق ما عم تشوف الكهرباء يمكن ساعة غير كل 10 ساعات، وبهالساعة عم تقطع عدة مرات. فعلى وعسى يا رب يكون الوضع للأفضل دائما، هيك منتأمل. آمين. شوفي بحلقة اليوم خلونا نعرف. بداية صباحنا رح تكون مع سامة نصر، موهبة غنائية بتخطف القلوب بصوتها. ليش المدرسة ما بتبلش الساعة 10؟ وباليوم العالمي للطلاب شو أبرز الأسئلة اللي وجهوها لوزارة التربية؟ في درب في العالم يوضح السبل أكثر من طريق العلم. أحياناً العمر بيكون مجرد رقم، وتحديداً بحالة العم حسين محمد خريج كلية الحقوق بعمر 70. أما ضمن الفقرة الطبية رح نحكي عن الولادات المبكرة بين الأسباب وأساليب الوقاية منها. شذا سمعول سيدة مبدعة حولت حلمها لمشروع مميز يعلم الأطفال فن النحت. وأخيراً الأبراج الأكثر إخلاصاً والأبراج الأكثر ميلاً للخيانة رح نعرفهم مع نجلة أباني. يعني كونوا صبحنا عليكم خبرناكم شو في حلقة اليوم. صار الوقت لننتقل لمطبخ صباح الخير ونعرف من الشيف تهامة شو محضرات طبق حلو لليوم الخميس. يسعد لي صباحك. يسعد لي صباحك. طبق الحلو مثلك اليوم. الحلو هي مثلك اليوم، هي أهم شيء الحلو. صباح الخير شيف تهامة. يسعد لي صباحك يا ابو. شو محضرة اليوم؟ اليوم بدنا نعمل، أنا هي بصراحة أكثر أكلة ممكن ما أقدر قاومها، لهيك ما كثير بعملها بالبيت، اللي هي السيرامون، لأنه عن جد بطلع بالصينية كلها. هلا وقتها بتحس تبع القرفة والسكر. لا فعلا هي هشة وطرية طيبة يعني، أنا بحبها أكثر من الكروسان، أكثر من أي شيء. أنا ما بعرف ليش بتذكرني بالكريسماس وعيد الميلاد وهيك أجواء الشتاء والثلج. أنا بحبها، هي أساساً القرفة متى ما دخلت على الحلويات هي أكثر شيء بتكون حلويات شتوية. صحيح. هلا بنشوف المقادير الدقيقة وطريقة التحضير معي. بانتظاركم. شكراً شكراً. يعني الاتهامات بالنكد والتشاؤم بتلحق الصبايا دائما، بس هاد بالظاهر طبعا، لانه على الجهتين في نكد، وفي على الجهتين كمان لازم يتم التخفيف من هي المشاعر وهذا السلوك. لانه في دراسه جديده من جامعه هارفارد وصلت لنتيجه مفاده بانه النساء ممكن يعيشوا لبعد سن 90 وبشيخوخه صحيه بعيده عن الامراض المزمنه إذا تفائلوا وابتعدوا عن التشاؤم والنكد والأشخاص اللي بيسببوا النكد. هلا الأشخاص اللي بيسببوا النكد ما فينا نبتعد عنهم، موجودين بحياتنا، ولكن قديش بنحصن حالنا بنضوج وذكاء عاطفي هون بقى بيكون الدور علينا. هالدراسة طبعا ما كانت حكر على النساء، وتوصلت نتائج ربطت كمان بين العمر الافتراضي للرجل والتفاؤل والطاقة الإيجابية. لنعرفها خلونا نتابع هالتقرير. ب
بما أنه الصبايا غالباً متهمين بالنكد والتشاؤم، حاول العلم اليوم يشجعهم يتخلصوا من هالعادة مقابل يحصلوا على عمر أطول وشيخوخة صحية. وهالشي طبعاً توصلت إلو دراسة حديثة قالت أن النساء ممكن يعيشوا لبعد سنة 90 بشرط يكونوا متفائلة. طبعاً دراسات كتيرة من قبل أثبتت أن الأفراد الأكثر تفاؤلاً أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والموت المبكر، وأن التفاؤل ممكن يكون مصدر نفسي اجتماعي مهم لإطالة العمر الافتراضي عند كبار السن. وبحسب موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، قامت جامعة هارفارد بتحليل بيانات 160 ألف امرأة تقريباً بتتراوح أعمارهم بين 50 و 79 سنة، وتوصلت الدراسة أن عمر النساء المتفائلات بيزيد بنسبة 5.4 مقابل الأقل تفاؤل، وممكن كمان يعيشوا بعد التسعينات. وتوصلت الدراسة كمان أن ربع النساء اللي عندهم توقعات أكثر إيجابية ممكن يعيشوا أطول من ربع النساء الأقل تفاؤل. ودراسة تانية تمت على أكثر من 33 امرأة سنة 2019 قالت أن التفاؤل ممكن يكون استراتيجية مهمة لتعزيز الشيخوخة الصحية، والنساء المتفائلات هن أكثر عرضة للتقدم بشكل صحي بالعمر بنسبة 23%. وما اختلف الموضوع بالنسبة للرجال، لأنه في دراسة توصلت أن الرجال المتفائلين بشدة ممكن يعيشوا لعمر 85 سنة أو أكثر. وتم ربط التفاؤل بهالدراسة باحتمال طول العمر الاستثنائي، وهو البقاء على قيد الحياة حتى سن 85 عام وأكثر. فالنتائج طبعاً أثبتت صحتها حتى عند النظر بالحالة الاجتماعية والاقتصادية والظروف الصحية والاكتئاب والتدخين والمشاركة الاجتماعية وسوء التغذية. فتحن علي القمر شو إلو هو ألف غني عيونك يا حلو عيونك يا حلو فتحن علي 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 جابت لي العصفور قلبي فيها لعب بيوقع وبيجور بنت صغيرتها جابت لي العصفور قلبي فيها لعب بيوقع وبيجور بنت صغيرتها واسأل لنا قلبي كيف الدنيا بزورة تبكي وعلى قلبي تموز العصفور يسلم هالصوت. يعني لما نبدا نهارنا بصوت حلو غالبا رح يتحسن مزاجنا ويقل توترنا ويزيد نشاطنا، لهيك اليوم حبينا نفتتح صباحنا مع عصبيه بتحمل صوت وبيرجعنا لايام زمان وبيعيشنا هي الاجواء. مثل ما بلشنا مع ست العظيمه فيروز، اكيد حنكمل بعده وقفات غنائيه كمان راقيه وطربيه، ولكن هالصبيه اكاديميا تخصصت بمجال الصيدله، ومع هيك ظلت متعلقه بالغناء يلي هو شغفها بالحياة، وعم تحاول خطوة بعد خطوة تاخذ مكانها يلي بتستحقه بهالمجال. سامة نصر ضيفتنا لليوم رح تخبرنا عن تجربتها، واكيد تسمعنا صوتها الحلو اكثر واكثر، واكيد حيرافقنا عازف القانون اصيل الفقيه. صباح الخير لكم، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. طبعا يعني
عم نشوف ساما ايام زمان خلص وقت اللي بتحدد مصيرنا بعد ما نخلص بكالوريا انه بهذا المجال عم ننسى هواياتنا، عم ننسى الاشياء اللي بنحبها. اليوم نحن كشباب لا، نحن عم ندرس بتحصيلنا العلمي ولكن عم نتابع هواياتنا وشغفنا بالحياة اللي نحن بنحبه. بدك تخبرينا اكثر، يعني صيدلة وغناء، دراسة وتعب وجهد، وكمان في موسيقى كمان إلى وقت، إلى علم، إلى تدريب لحتى فعلا نوصل الصوت ويكون فعلا مناسب. خبرينا أكثر عنك. أول شيء صباح الخير، شكرا لكم على الاستضافة الحلوة ببرنامجكم. هلا انا بدرس صيدله سنه رابعه بجامعه دمشق، وكمان اصيل زميلي وبجامعه دمشق. إيه؟ يعني كنت من الكثير متفوقين وكان العلامات إيه ممتازه. الحمد لله. هلا اصيل كمان هو زميلي سنه ثالثه كمان، يعني نحن اصدقاء ما شاء الله وموسيقيين وكمان انه بالجامعه سوا. هلا الفكره مثل ما انت حكيتي انه من زمان كان كثير يتحدد مستقبل الشخص بانه هو شو بيدرس، ما في هوايه بس ما في يعني ما في تنميه. لا هلا في مع انتشار السوشيال ميديا، مع انه في مثلا جهات معنيه ثقافيه هيك بتعتني بهاي المواهب، فهي بتساعدها انه تنمو، ما تضل بس مواهب، يعني توصل حتى لطريق الاحتراف. يعني مو بس ادرس يا بترك الدراسة وبكمل هوايتي، لا يا بكمل هوايتي وبنسى شيء اسمه علم، ثقافة، يعني حتى مستقبل. هون هلأ صار بنحنا بهذا الزمن اللي نحنا فيه، صار في خيارات أوسع أنه الواحد مثلا فيه يعمل شغلتين ثلاثة بنفس الوقت عادي. صح. يعني أصلا أنا بحسها ما صارت خيار أنه تعمل شغلتين ثلاثة، لازم تعمل شغلتين تماماً. ثلاثة ولا بتصير بالرعيل الأخير من وقت ركب الحياة. يعني في احد الفلاسفه القدامى بيقول انه سالوه انه انت كيف بتحكي بالطب وبتحكي بالادب وبتحكي بالفنون وكمان بترسم ونحات ورسام، قام قال لهم جواب وانا بستخدمه على طول، انتوا كسلانين، انا انسان طبيعي بس انتوا شوي هيك يعني محبطين بالحياه. ساما، شو نوع الغناء اللي انت جذبك؟ امتى بلشتي فيه؟ كيف تعلمتي؟ كيف اكتشفتي موهبتك؟ هلا انا بغني من انا وصغيره، يعني من عمري 3 سنين بغني. اكتشفته انه ماما بتغني بالبيت فانا بغني معها يعني بشكل طبيعي. لما كان عمري 6 سنين طلعت على مسرح صدد بحمص، غنيت بشكل منفرد يعني مع فرقه الاستاذ عرفان ضاحي، وبعدين كان لي كثير كثير يعني مشاركات ما فيني انه عدهم مع فرق وهيك. فينا نقول انه المرحله اللي انا فيها تعلمت بشكل اكاديمي اكثر الغناء هي انه كنت طالبه بالغناء، يعني كنت طالبه الاستاذ كمال سكيكر والانسلين دبيطار يا سلام المعهد العالي. بعدين يعني رحت على الصيدله اكثر. فتي معهد عالي امتى؟ لا ما فتت انا. كنت بس طالبه الانسلين دورات او انه مثلا دروس يعني كورسات هيك دروس تمام. وبعدين يعني انا كمان اشتغلت على حالي وهيك، واخذتني شوي الصيدله بس بعدني عم احاول اني اطور حالي. حلو تمام. ورح ننتقل لعندك اصيل، كنا عم نحكي نفس الشيء انه اللي عم يدرس ما كثير بيقدر يتفرغ لهوايته ولحتى ينميها اكثر، لحتى يصير اكاديمي فيها او حتى ممكن يسجل دورات لحتى يتمكن. وقت اللي انت تسمع اي شيء تقدر توظفه صح، خبرنا كيف كنت عم توفق بين الدراسة بين إني أنا أكمل على آلة القانون، وليش اخترنا آلة القانون؟ إيه هلق هي بتعتمد على شغف الشخص، يعني على حب الموسيقى تماماً. يعني كثير ناس بعرف للأسف تركت الموسيقى مشان الدراسة دراسي، بس في ناس بتقدر توفق بين هالشيء، يعني مو ضروري مثلاً فعاليات كثير بالموسيقى بس على القليلة ما يهمل موهبته الواحد، ما يهمل تماماً. المهم الواحد تماماً. إذا عنده موهبة يعني يساوي فيها شيء حلو، يترك أثر حلو، يعني هاي الأهم شيء. يعني من ربنا الواحد ما لازم يضيع. قديه صار لك بتعزف؟ من أمتى اكتشفت موهبتك وكملت وكملت وكملت؟ فيك تقول من الصف الثالث. الصف الثالث فتت على معهد فريد الأطرش بالسويدة. يعني اخترت الآلة هيك عجبتني، فصار لي شيء قرب 12 سنة يعني الحمد لله. مش هي القصة بتصير انه والله تعال شوف شو في آلات، هي عجبتني ولا لا هي في حدا وجهك لهي الآلة؟ ما حد بالعاده يعني بخيرنا بين اكثر من آلة. تمام. يعني انا في عود، في قانون، في يمكن ايقاع، اخترت القانون واخترت القانون ومنيح اخترت القانون. هي اكثر آلة اليوم تمشي مع كثير آلات ثانية، بتدخل مع كثير
فرق موسيقيه ان كان شرقيه وحتى بغربيه كمان عم يفوتوا آلات القانون واساليب كلها. حنسمع شيء حنسمع الغنيه بدالون يلا يسلم هالصوت ويسلم هالإيدين يا أصيل. شكراً لك. يعني أصيل فعلاً وآلة أصيلة وأهالي السويدة الحبيبة بدنا نوجه لهم تحية ونصبح عليهم كلهم، يعني فريد الأطرش وأسمهان وهدول الأصوات وأيضاً الفنون الموسيقية والمدارس الموسيقية إذا جاز تسميتها، فعلاً اللي خلفت أجيال مبدعة أمثالكم. طيب كمان ننتقل عندك سامة، هلا بيقولوا لنا انه انتم بتسالوا اسئله كلاسيكيه، خبرينا عن بداياتك، خبرينا عن مشاركاتك، قولي لنا شو عملتي، وين كرموكي، شو حسيتي لما اخذتي الجائزه، شو كذا. طيب نحن عم نسال هيك اسئله على وعسى تحرك شغلات موجوده عند فعلا فنانين عم يتابعوا سامة وعم يتابعوا اصيل او امثالهم لحتى يثابروا اكثر واكثر وينجزوا. بدي اسالك هاي الاسئله معلش، خبرينا وين شاركتي اكثر شيء، امتى حسيتي فعلا انه انا بلشت اول خطوه على طريق الاحتراف كفنانه وعلى مسارح؟ تمام. هلا انا بالنسبه لي يعني اكثر خطوه بحس حالي انه انا
يعني أنجزت فيها فينا نقول هي إنه شاركت مع كورال تناغم السنة الماضية. هن أتاحوا لنا الفرصة، بوجه تحية لإلهم أستاذة غادة حرب والأستاذة سفانة بقلة أستاذة المعهد العالي للموسيقى، أتاحوا لنا فرصة كمشاركين إنه أوكي إنه أنتم بتغنوا مثلاً لأسمهان، فيروز، عبد الوهاب، بس يعني جربوا إنكم تعملوا شيء أنتم، يعني أنتم تلحنوا، جربوا أنتم تكتبوا. فأنا بنفس اللحظة يعني خطرت على بالي أغنيتي يعني اللي شاركت فيها ويعني لحنتها وكتبت كلماتها وعجبتهم، فأتحوا لنا الفرصة أنه نقدمها على المسرح. وقتها غنيتها ببداية على مسرح المركز الثقافي بسويدا، بعدين غنيتها على مسرح دار الأوبرا السنة الماضية. هاي تمام. رح ننتقل عندك أصيل، نكمل بالصيدلة. لا أنا هوايتي أكيد هي بعيدة كل البعد عن دراستي، لا دراسة أول شيء، ولكن إنه شغفي وموسيقتي وهوايتي إنه أوكي مكملة للشيء الحلو جواتي أنا عم طلعه هذا الشيء، ولا لا أنا في شيء تاني عم بطمح له بعد الدراسة من ناحية العزف اللي أنت عم تقوم فيه؟ هلق كثير مشاريع ببالي، بس بقوله إنه يعني أحيانًا بيحسدونا نحن الصيدلة إنه معنا وقت أكثر للمواهب موهبتنا يعني ما يكون طب بشري مثلاً. تمامًا. بس بنفس الوقت يعني الأفكار اللي بتطلع مو يعني بدها وقت للواحد هيك يفكرها صح لمستقبله البعيد يعني. فهلق في أفكار، بس دائمًا يعني الحياة فيها مفاجآت حلوة دائمًا يعني هي اللي بتثبتنا لا يعني كمل لبعدين، يا تكمل يا لا. أكيد يعني بس الشغف موجود أهم شيء، والصيدلية نفتح صيدلية. ممكن يعني بتمنى أني أول شيء أتخرج أول شيء وكمل بنشاطاتي بالشيء اللي ساعدني بسندني لبعدين. يلا إذا هلأ أنتوا سنة رابعة بقي لكم سنة، ولسه في فحص وطني. أنا تالتي ثالثة بقي لك سنتين في فحص وطني، إن شاء الله يا رب هيك المسار بيكون مكلل بالنجاحات دائما. طلاب الطب، أسنان، صيدلة، بوجود حالة استثنائية تنفى القاعدة، يعني لا تقولوا أنه ما عندنا وقت ليكن سنة رابعة وسنة ثالثة وعم يقدروا يمارسوا هواياتهم. رح نختم معكم بالغنية اللي ذكرتيها من شوي، اللي هي كتبتيها ولحنتيها وحطيتي لها لحن. بتقولي كلمة ختامية ومنغني ولا فورا منغني؟ هلا بس انه توضيح انه الغناية اللي ذكرتها غنيتها على دار الأوبرا. هلا هاي الغناية جديدة غيرها. اي هاي غناية كمان جديدة كمان كتابتك؟ اي كلماتي. كلنا عنا اكثر. هاي الغناية أنا أغاني بشكل عام هي بتمثل حالات، بتعبر عن حالات معينة، ما بت يعني ما فيني أوصفها أنه أغاني عاطفية. حتى أغنيتي اللي قدمتها شو بحب على مسرح دار الأوبرا هي موجهة للإنسان السوري، يعني أنا كتبتها للإنسان السوري، وهي بس أنه أول كلمتين رح أقولهم منها أنه شو بحب شوفك لو في لو الضحكة عشفافك ومضوى ضوء. فهي موجهة للإنسان السوري. هلأ الغناية اللي كاتبتها هلأ جديدة بتحكي عن حالة تانية كلياً، بتحكي عن حالة فينا نقول الخزلان شيء هيك من هالقبيل، فمسمعكم شيء يلا نسمع. أوكي تمام.
تسلم هالصوت ويسلم ايديكم كثير على هالاشياء الحلوه يلي عم تقدموها. فعلا كثير حلو ننمي مواهبنا، نكون موجودين فعلا بالساحه، مو بس نحن عم ندرس في مستقبل عم نأمنه، لا كمان نحن هواياتنا فعلا عم تكون موجوده وعم تحبب الناس فينا اكثر وعم تخلينا كمان نكون موجودين. يعني بتفتحوا صيدليه وبتعزفوا يعني العالم تيجي عندكم مشان الشغل ثاني او بشيء هيك مختبر او معمل ادويه. شكرا لوجودكم معنا، يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. صار الوقت مشاهدينا ننتقل لعند الشيف تهامة ونشوف طبق الحلو من بين ايديها. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير. اليوم بدنا نعمل اكله لذيذه هي السينامون، اكله بتلبق لانه تكون نشتويه ظريفه. رح اعرفكم على المقادير. هون مثل ما انتم شايفين انا متى ما قلت سينامون معناتها انا رح احتاج عجينه حشوه وفي شيء صوص على الوش، لهيك انا جزأت لكم اياهم ثلاث اجزاء. اول جزء هون عندي الطحين، هون في عندي زبده، سكر، خميره، بيضه، حليب ورشه من الملح. بالنسبه للحشوه رح احتاج كاكاو، سكر ناعم، قرفه وزبده. وهون في عندي للصوص هاحتاج حليب وسكر بودره وعندي جبنه كريميه. رح بلش دغري طبق العجينه. هلا هون انا طحنت شويه من السكر الناعم رح احتاجه. هون في عندي 4.5 كاسات من الطحين رح اقيمهم واضيفهم. هاي رح احطها شوي بالميكروويف تقريبا يعني شغله 30 ثانيه بس رح حتى تدوب معي مو اكثر. هون بنفس الجاط هون معلومه بيأثر كمان، هون في عندي حليب شوي فاتر مع معلقه من الخميره او تقريبا بنقول شيء 15 من الجرام. بتمنى دائما تتبعوا انه الخميره اللي نجيبها تكون تازه، يعني شيء انه فاتحينها لانه متى ما انفتحت واخذت هواء ما بتعطيني النتيجه اللي ممكن تعطيني الخميره الظريفه. هلا رح اقيمها واضيفها بهذا الشكل. رح ارجع على العجينه، 4.5 كاسات من الطحين، رشه من الملح، 4 معالق من السكر او 3، ما تكتروا كثير سكر لانه انا بالنهايه رح احتاج شوي من السكر لانه الحشوه فيها سكر. وهيك الزبده عندي صارت شوي مثل ما بيقولوا بحراره الغرفه، ما بدي اياها تكون سايحه سخنه بهذا الشكل. رح اقيمها واضيفها. جيب المعلقه حركهم شوي قبل ما احط البيضه. بدنا نحاول نخلي الزبدة مع رشة هالملح والسكر يتشبكوا منيح. رح جيب أنا هاي ورجيكم كيف يعني كيف نحن بنعمل المعمول. بدنا نحاول نخلي هاي الطحين يتشرب من الزبدة قبل مو يعني مو عم بعمل جاتو، أنا عم بعمل عجينة، فأنا بدي بهاي الطريقة لحتى تطلع معي العجينة غير شكل بهذا الشكل. هون حضيف بيضة. طبعا انتم استنوا على الخميره شوي لحتى تصير، بس مثل ما انتم شايفين عندي اياها ظريفه. رح اقيمها واضيفها مع كاسه الحليب الفاتر وبلش اعجن. وهيك تقريبا عجينتي بتكون جاهزه، ما ضل غير حطها على العجانه. اللي ما عنده عجانه ما مشكله ممكن يستخدم ايديه. شفتوا لما بنشتغل على العيار كيف تطلع معنا العجينه، ما بدها لا حليب زياده ولا طحينه زياده، صارت عندي جاهزه بهذا الشكل. طبعا هي العجينه لازم ريحها اقل شيء ساعتين قبل ما اشتغل فيها، لهيك هي اكيد ما رح اشتغل فيها، هي حنقيمها ما حاحتاجها اليوم لاني انا بالفرن حميت الفرن شوي اول ما اجيت بكير، ساويتها تقريبا شيء 8:30، حطيت العجينه بالفرن وخليتها لحتى تتخمر، وما ضل غير ترجعوا لعند المذيعين تستكملوا فرخارات صباح الخير. شكرا كثير لك يا شيف. شكرا يا شيف، يعطيكي الف عافيه. في سؤال ممكن يخطر ببال اغلبنا وهو يا ترى وقت يصير انا عمري 70 سنه شو رح كون عم اعمل بحياتي؟ وبهذا العمر ممكن اعمل انجازات ولا لا خلص يلي راح راح؟ شو رايك ورد سالت حالك هذا السؤال؟ هلا
الله يعيشنا لهذا العمر ويعطينا الصحة وما يعيزنا لحدا، هي أهم شغلة. شغلة تانية، بعد 5 سنين أنا وين ما عم بعرف، فبدي أعرف أنا بعد 70 سنة أو ليصير عمري 70 سنة، فالموضوع ضبابي صراحة. وبظن جوابي مثل جواب معظم الشباب السوريين، إنه بعد 5 سنين شو رح يصير معك أو شو بتعتقد إنه ممكن تكون عم تعمل. أنا ما عندي تصور حالياً، إن شاء الله أكون عم بعمل شغلات هيك حصاد، تكون مثلاً أحفادي حوالي، يكون مثلاً باستقرار أكثر، يمكن للسبعين، ولا طولنا إذا لنوصل للاستقرار لنصير 70. على كل حال أنا كان لازم جاوب جواب إنه الإنجاز ما بيتعلق بعمر، بس حبيت أكون أنا منطقي وطبيعي. هلأ بالنسبة للعم أبو عزام، فهو وبعمر 70 سنة قدر يحصل على كثير من الشهادات العلمية، آخرة التخرج من كلية الحقوق. شو قصة هالإنسان المثابر يلي العمر عنده كان مجرد رقم؟ خلينا نعرف أكثر بهالتقرير. العمر مجرد رقم، هالجملة منسمعها كتير عن أشخاص عظيمين، كل ما كبروا بيزدادوا نجاح وإنجازات وتحقيق أرقام قياسية، مثل ليونيل ميسي ومايكل جوردان، أو مثل العم حسين محمد صاحب 70 عام اللي كان حرفياً عنده العمر مجرد رقم بعد ما نال بالفترة الماضية درجة الإجازة بكلية الحقوق جامعة تشرين. تخرجت من الصف الخاص 1972، وقفت قليلاً، لم تسعفني الظروف، فأعدت ارتباطي في الجامعة اللبنانية بال96 وحصلت على إجازة في الأدب العربي 2002. استمرنا في العمل حتى تقاعدت ب7/1/2011. كبرت على سن التعليم، بس كنت مسرور جدا لالتقاء قامات علمية وألتقي أيضا طلاب في سن 20، وكانوا يسألوني كم عمرك، قلت إن عمري 24-26 مع طلاب الجامعة. دعم العائلي كان ميسر ولله الحمد، لا تطلب مني شيئا، بل تذهب إلى العمل وتحتطب وتبيع الحطب ونتساعد مع الأولاد. ما في درب في العالم يوضح السبل أكثر من طريق العلم. العم أبو عزام عبر بكل فخر واعتزاز عن مواصلة السعي اللي استمرت من عام 1970 لحد سنة 2022، مسيرة عظيمة وعلمية كانت مليئة بالطموحات والإصرار والفكر المميز، واللي كان واضح حتى بعد تخرجه من كلية الحقوق للتعليم المفتوح. تابعت دراستي في الحقوق بال 2017 وتخرجت الحمد لله في 27/10/2022. لم أتأخر عن محاضرة قط قدر الإمكان، سوى محاضرة واحدة للدكتور سلمان عثمان، ومشكور كان يسمح لمن يتأخر بالدخول. فرع تاني ما فيه، بس مقول ماجستير إذا الله يسر، وما حصلنا على ماجستير بدنا ندور بكافة الطرق إذا الله يسرنا، بلكي عسى الكرام يتكرموا علينا. تخرجت 1972، مارست التعليم الابتدائي حتى 1902 بعد ما تخرجت من الجامعة في لبنان، عدلت وضعي وكملت حتى التقاعد. وجه أبو عزام رسالة إلى طالبين العلم بأنه يستمروا بسعيهم حتى يتحقق طموحهم، فكل الأحلام ممكنة طالما بنمتلك سلاح العلم والمعرفة. وأضاف أنه التحلي بالجرأة والثقة بالنفس للمضي قدما باتجاه الأفضل هو سر النجاح. بيصادف اليوم 17 تشرين الثاني اليوم العالمي للطلاب، ويلي على اختلاف المراحل الدراسية الموجودين فيها بتواجههم تحديات مختلفة، ونتيجة لهذا الشيء ممكن يتراود لذهنهم أسئلة يمكن بظاهرة تبين شوي سطحية أو جوابها بديهي، بس مع هيك ضروري نعطى إلى جواب منطقي
وفورا ودقيق كمان، ولانه ما في طالب بيسال سؤال ممكن نعتبر سؤاله سطحي، على العكس لانه فكر واجتهد وطلعت معه فكره سؤال فبرافو عليه. لهيك وبفقره اليوم جمعنا اسئله من الطلاب، نزلنا على الشارع السوري عملنا استطلاعات راي بالعاصمة السورية دمشق لنشوف شو حابين يسألوا. مثلاً اختصاصي تربوي ممكن يجاوبهم ويعطيهم هيك إجابة شافية نوعاً ما. بالبداية خلونا نرحب بضيفنا بالاستديو المشرف التعليمي والتربوي الأستاذ سعد الدين أحمد. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يعني عم نحكي عن موضوع شوي صعب بالنسبة للطالب، ودائما في ألف سؤال، عايش بتشتت، أنا شو لازم أعمل، خصوصي التاسع والبكالوريا، يعني شيء مصيري عم يهدد حياته، الضغط الاجتماعي. رح نحكي عن المراحل، عن التحديات، عن الصعوبات اللي ممكن يواجهها طلاب الإعدادي وحتى الثانوي. بداية في مشاكل كتير بتواجه الطلاب، نحن منغفل عنها ومنقول معلش ممكن بالمراحل المتقدمة نحسن نلاقي حل لهي الإشكاليات. كيف؟ أصعب صف هو الصف الأول، نحن منعتبره الصف السهل، يلا صف أول بيمشي الثاني بعدين. لكن هي البداية. بالمراحل المتقدمة ممكن نعمل دعم لهذا الطالب، مفروض ندعمه بالصف الأول. الصف الأول ليش صف صعب؟ لأنه صفر معلومات، ما عنده معلومات الطالب. إذا حسنا نعطيه المعلومات بشكل جيد وصحيح وتسلسل جيد بلاقي الصف الثاني أسهل هو صحيح. والثالث أسهل، بيوصل للشهادات اللي هي نحن بنعتبرها أنه يعني سادس تاسع بكالوريا. أوكي، بنصل لهي المرحلة الطالب عنده المعلومات، ما عاد عنده مشكلة بهذا الصف، يعني بلاقي الصف التاسع سهل والعاشر كله بلاقي سهل. ليش؟ لأنه نحن بلشنا معه بداية صحيحة. نحن عم نبدأ بداية غلط، بيصل للسابع أو للثامن بنقول نحن بنعمل له دعم بالصف التاسع. كيف بدك تعمل له دعم وترميم لسنين؟ هذا الموضوع صعب جدا. ليش؟ بنلاقي الطالب بالصف التاسع عنده صار بعض السلبيات وبعض الأخطاء وما عم بيحسن يتجاوز هاي المرحلة. ليش؟ لأنه احنا عطينا النصائح الغلط. طب نحن نصحناه وقدمنا له إرشاد بالسنين اللي قبل الشهادة وهي النصائح ما كانت نوعا ما إيجابية وما كانت علاماته بالتاسع إيجابية، بنقول له الحق عليك أنت اللي أخطأت، ما نحن اللي وجهناك، نحن اللي قدمنا له هذا التوجيه للطالب وعطيناه كيف كل سنة نختار له كل سنة كيف يمشي نظام السنة. يعني بالصف الثالث الرابع المرحلة الابتدائية صعبة، صعبة جدا، شائكة معقدة هي المرحلة صح. يعني الطالب فيها لسه جديد بده يعرف معلومات لازم نعطيها صح، أي معلومة غلط بتضل بتمشي معه على طول. أكثر المدرسين والمدرسات المجاهدين والمجاهدات هنن اللي بيستلموا صف أول ابتدائي صح. لأنه مثل ما ذكرت عم ينحتوا بالصخر، بيكونوا بظل ظروف في عندهم 40 طالب، في فروقات فردية شاسعة طبعاً. في طالب اللي أهله عم يتابعوه بالبيت، في طالب اللي أهله هاملينه صحيح. ما عم يتابعوه أبداً. طيب اليوم على مين الحق أنه نحن طالبنا عم يوصل للبكالوريا أو عم يوصل لمرحلة جامعية وهو باصم مش فاهم؟ بدنا نحط اليوم إصبع لنبلش بعلاج، يمكن ما كتير بفيدنا نحكي على مين الحق، ولكن لما نمسك طرف الخيط بنعرف نبدأ نعالج فعلاً على مين الحق. أستاذ ورد، الحق على أنا كأب كأهل، أنا بحط اللوم 80% على الأهل. ممكن الأهل يزعلوا من هذا الموضوع أنا شفته، أنا سنين اشتغلت مع هالطلاب بسنوات كتير لقيت في إشكاليات. مثلاً ممكن أحكي شغلة بسيطة الأهل يعتبروها عادية جداً هي وبتمشي مع كل الناس وهي خطيرة جداً وأنا شفتها. مثلاً عندي ولد صف سادس أو بنت صف سادس، العامل الوراثي خلاه يكون طويل شوي وجسمه ناهض. أوكي، إجت الجارة أو الجار أو قريب ما شاء الله صار بسن الزواج صار ممكن يزوجه، هاي الكلمة أنا شفتها وسمعتها والله عملت تأثير على الطالب والطالبة. لما سمعها من الأقران، من الأقران صف سادس ولد صغير لساعته طالب، هذا إذا يعني إذا تأخر وجبة غداء ثاني يوم ممكن يتأثر الولد، فنحن منحطه بمكان أنه أنت فتاني يوم هو بيروح على المدرسة أو بيروح على دوامه ثاني يوم إن كان طالب أو طالبة بيقول أنا مو مثل هدول الطلاب، يا الله أنا قالوا عني أنه ممكن لأنه صار ممكن ينزوجك، ببعد عن هذا الجو وأنا شفته. طيب ما في مع الطلاب الوقت مضبوط، ما في حق على النظام التعليمي اليوم المتبع، ما في حق على الإرشاد والتوجيه، ما في حق على بعض المدرسين، ما في حق على الظروف يمكن اللي عاشها طالبنا 12 سنة. في حق، لأنه مثلا نحن كتوجيه نحن بدنا نحكي كأساسي مدارس التوجيه بالمدارس فرغ من المضمون، يعني في نوعين من الموجهين،
لما المدرسة بتطلب موجه ليتابع الطلاب، في موجه بيشتغل بالأوراق وبالاتصالات والتواصل، في موجه بيعطي معلومة. طب أنا مين الموجه المطلوب لهي المدرسة؟ موجه يعطي توجيه للطالب صحيح من خلال دراسته، حتى من خلال سلوكية الطلاب. طلاب بالمدرسة نعطيهم توجيه، خارج المدرسة في توجيه من نوع آخر عم ياخذوه، في توجيه من أصدقاء، من أهل، أقرباء، جيران، وبالمدرسة عم ياخذوا توجيه من الموجه من نوع آخر. هذا الولد علم أنه نوع توجيه بده يمشي، بيقولوا له بس دروس بالأخير. لما بيلاقوا في فشل بتوجيه هذا الطالب بيقولوا له حق عليك، أنت لازم تدرس، دروس أوكي. وأنت بعد أنت دروس وما عليك، هاي الكلمة منقولها كثير، أنت دروس وما عليك، أمورك بخير. طب أنا ما عم أحسن أدرس، ليش؟ لأنه المعلومات اللي عندي ما أنا صح، ما أنا مرتبة صح، يعني الصف الأول أخذته بشكل فوضوي شوي، وفي عندي مشكلة هم بالمرحلة الابتدائية إنه الأهل بيخافوا من الطالب، عندهم خوف، ما ننتبه لهي الناحية، إنه يعني أنا ببعض الأحيان الأهل بيقولوا إنه لا تقول لابني إنه أنا حكيت لك هاي الشغلة، صف ابتدائي خايف الأب أو الأم إنه ابنهم يعرف هالمعلومة مشان ما ينزعج الولد يتأثر مسار وما بيقول بيرد عليهم التعليم تبعه. ونحن بننسك الطالب تليفون موبايل وبنقول له خذ راحتك، ايه نشتري له التليفون، نقول له ليش عم تستعمل التليفون. فكمان هي مشكله دراسيه بالمدرسه، بنضطر عم نطرح امثله طبعا ايه كتليفون، يعني انه الولد الابتدائي معه التليفون بده يبعد عن جو الدراسه. معناتها في بعض الاشكاليات. طيب استاذ رح ننتقل لموضوع وشيء كثير يعني اساسي، الامتحان الترشيحي للبكالوريا اللي هو السبت، خبرنا شوي عنه وكيف لازم ننصح الطلاب بخصوص هذا اليوم الصعب كتير. طالب اللي قدم الشهادة الإعدادية التاسع ما جاب علامات الدخل العام، بده يدخل إما تجارة أو فرع غير العام، بيفضل سنة ويدرس بكالوريا. معظم الطلاب عم يخلوا هالسنتين هدون عم يدرس فيهم بكالوريا، وبيقولوا له الأهل إنه أنت هلأ العاشر بتضل بالبيت، الحادي عشر بتعمل اختبار تحضير للبكالوريا اسمه، هذا غلط. يعني أنا حادي عشر بدخل تحضير للبكالوريا، ما راح اخذ الموضوع بشكل جدي. فالطالب بيقضي هذا الوقت، انا بنصح بهذا الوقت بالحادي عشر يدرس لغات انجليزي فرنسي حتى عربي، يمكن ثلاث مواد، بيجي على البكالوريا على الاقل شايل هم ثلاث مواد، يعني مشتغل على ثلاث مواد وباقي المواد من خلال السنه الدراسيه. هذا الاختبار الترشيحي معلوماته تتعلق بالسنين اللي قبل البكالوريا العاشر والحادي عشر حتى من التاسع. فالطلاب ما عنده معلومات جيدة وكافية، ما كان فبيعتمدوا على الأوراق وعلى النماذج الامتحانية القديمة، ممكن يعتمد على نماذج وزارة التربية اللي طرحتها بالسنوات الماضية، هو التكرار ما كتير وارد، يعني تكرر وزارة التربية الأسئلة، بس بيقراهم وبيأخذ فكرة عن هذا الامتحان وبيقدم. وهن بحاجة هدول الطلاب الترشيحي من بيعلنوا للاختبار الترشيحي وقتهم قليل، ما عم يعرف منين بده يجيب مراجع يدرس منها، من أي كتاب بدي أدرس، فلسفة الحادي عشر أو العاشر، تاريخ التاسع أو تاريخ الحادي عشر، يعني الكتب التاريخ اللي موجودة، كتب الجغرافيا، منين بدي أجيبها كطالب أدبي. رياضيات بده يكون رياضيات صعوبته أنه سلسلة رياضيات، تراكم، يعني التاسع بيتعلق بالعاشر، في معلومات بالعاشر. لحظة، بكالوريا السنة إجا سؤال له علاقة بالحادي عشر والعاشر لاختبار البكالوريا السنة، بده يكون عندك معلومات قديمة. الاختبار الترشيحي عم يجي صعب على الطالب، في صعوبة. الطالب ما عم نظلم الطالب هون بأنه نحن هو ما قدر يدرس عامة وما قدر يفوت ضمن الموسم الدراسي اللي هو عاشر وحادي عشر، هو عم يدرس للبكالوريا، هيك نحن عم نظلمه نوعا ما. عم نظلمه، في ناس من الصف العاشر بيقولوا بنحطك تحضير للبكالوريا، المعلومة لسه جديدة عليه، يعني أنا تاسع وما جاب عام، يعني تاسع ما اشتغل. تمام. طب نحن عم نحكي بلسان الأهالي، عم نحكي بلسان ذوي الطلاب، يمكن في لسان وزارة التربية كمان، هنن الجواب الشافي بيكون عندهم، ممكن يكونوا معنا بالأسبوع المقبل لناخد أجوبة ذات مسؤولية ومن وجهة نظر مسؤول على العملية التربوية. نزلنا للشارع السوري، سألنا أيضا طلابنا شو رأيكم بموضوع التربية والتعليم وشو ممكن تستفيدوا من نصائح تطرحوها على موجه تربوي. خلونا نشوف شو طرحوا تساؤلات. ما بتبلش الساعة 10، ليش بخلونا نلبس اللي بدنا اياه بالمدرسة؟ ليش بيعطونا وظيفات؟ ليش ما بيسدوا عزال الصبح وقت منكم متأخرين؟ ليش عنا مذاكرات وامتحانات؟ ليش قافينا نطلع امتى ما بدنا؟ يا
يعني بعض الأسئلة أستاذ هيك شوي يعني غريبة، ولكن تساؤلات لازم نجاوب عليها الأطفال. يعني أول طفل إنه ليش ما مدام الساعة 10؟ يعني تخلونا ننام لنا شي ساعتين نروح على المدرسة. هلا في مدارس هلا الدوام بالصبح نظام عالمي، يعني بيقولوا باكرا يعني يستيقظ باكرا هيك بيقولوا اوكي بكير، وفي نظام بعض الظهر ببعض المدارس كان موجود. اذا كان في دوامين دوامين بس هذا الدوام الصباحي هو الافضل بالنسبه للطالب. هلا احنا بدنا نحكي، ممكن احكي هيك حقيقه، وزاره التربيه ممكن احنا كمؤسسه ممكن ناس تنتقد اداء عمل مؤسسه ما بطريقه او باخرى، ان كان طفل او يعني وعي لهذا النقد او بدون او حدا واعي لانه ينتقد عمل مؤسسه، بس وزاره التربيه في حقيقة لازم نحكيها، يعني خلال سنوات حرب وأزمة ما وقف اختبار البكالوريا ولا سنة، تاسع ما وقف ولا سنة، حتى بالمناطق اللي كانت ساخنة بالمناطق الساخنة كان في اختباره بوقته محدد والأسئلة بتوصل والمراقبين والجو العام كان جو مهيئ للطلاب في خلال أزمة وحرب طاحنة لا تبقي ولا تذر. هذا إنجاز صراحة، وهذا إنجاز يحسب لوزارة التربية، يعني كل الاحترام والتقدير لعملها بالرغم من وجود أخطاء ما منكر في بعض الأخطاء الفردية هون أو هون بكل مؤسسة، ولكن العمل قائم. بس العمل قائم، يعني جيد أنه اختبار ما وقف ولا طيب والنتائج وكله بوقته بمواعيده. فإذا أول سؤال طرحه أول طفل، ليش ما من في الساعة 10 منحضر أول حصة؟ في دراسات علمية عالمية بتقول أنه الذهن بيكون متفتح بساعات الصباح الأولى وبيكون بقمة النشاط الاستيعابي. سؤال تاني، ليش بتلبسونا لبس موحد؟ ليش قضيتونا نحن 12 سنه بالمدارس نلبس اليونيفورم؟ هلا هذا اليونيفورم مشان انا بعرف مشان الفروقات الاجتماعيه الماديه بين هذا الشيء جيد، يعني في اهل ممكن انا يلبس كل يوم ابنه لبس مميز عن رفقاته، في طفل غير بيعمل قادر. وفي طفل غير قادر على انه يبدل البنطلون خلال السنه، ما فينا نخلق اهل حساسيه ما بنحسن، فوحدوا هذا اللباس عام، فهذا توحيد اللباس مشانك يا طالب ومشانك يا طالبه، مشان ما تحسوا بالفروقات بينكم وبين رفقاتكم اللي عندهم إمكانية مادية كبيرة. تمام. ليش بتعطونا وظائف نحن كطلاب؟ ليش المدرسة في عنا مثلاً اليوم 6 حصص 6 مواد عم باخدها، فلازم أرجع أنا معي على البيت 6 وظائف؟ هلا الوظيفة بشكل عام، تعريف الوظيفة هي تقييم لأداء المدرس ولأداء الطالب، يعني الطالب من بيحسن يحل الوظيفة فبنعرف نحن المدرس أعطاه المعلومة بشكل جيد وصحيح، ما عرف يحل الوظيفة بيكون المشكلة عند الطالب. بس أنا بدي أقول مثلاً كوظائف واختبارات ما بتعطيني نسبة ذكاء الطالب، في فيلسوف اسمه بيني قال إنه الاختبارات ما بتحسن، يعني الاختبارات المدرسية مو هي لتقييم ذكاء الطالب، لأنه ممكن طالب يغيب عن حصة درسية وما يعمل الاختبار فيها فبينال علامة الصفر، وطالب حضر الحصة وأخذ 10 درجات من 10 درجات ما فينا نقول هذا الطالب ذكي وهذا الطالب ما هو ذكي، هذا تغيب عن الاختبار لسبب يعني لسبب انه مرضي او اي سبب اخر، يعني فينا نتلافى هذا السبب وممكن يجيب 10 درجات هذا الطالب، يعني الاختبارات لا تقيم الذكاء، نحن عندنا بالمدارس انه هذا الطالب جاب 10 من 10 هو طالب ذكي، واللي جاب 8 من 10 لا مو هذا هو. فالوظائف ضروري يكون في وظائف بالمدارس للاولاد، بس كيف الوظيفه بتكون؟ نحن لو بنعطيهم تفكير نقدي للاولاد، يعني شو معنى التفكير النقدي؟ نسال الطالب سؤال بنقول له نحن عندنا سياره كبيره قطره ومقطوره بدنا ننقل فيها مثلا مواشي لمسافة 400 كيلومتر وحاملة عدد ضخم والمسافة كبيرة وفي مناطق جبلية بدها تمشي فيهم هاي القاطرة والمقطورة لتوصل من ألف لبي بسلام، برأيك قديش لازم يكون عمر السائق؟ يعني هذا السؤال بيسألوه إياه، هو بيكون عم يمشي مع الواوا إلى عمر السائق، هون بده يفكر إنه السائق لازم يكون عمره كبير لأنه بده معه قاطرة ومقطورة وأعداد ضخمة من المواشي. أعطيته معطيات وآخر شيء طلبت منه جواب لشغلة ما لها علاقة بالمعطيات. ما لها علاقة، مشان هو يشغل تفكيره أكثر، هذا التفكير النقدي بيخلي الطالب يصير ما يحس حاله مجبر بشيء أو أنا بدي أحفظ هاي الصفحة، لا أنا بدي أفكر بنقطة نهائية. ما في معطيات، ما في قاعدة. يسألوا عمر السائق ممكن يتفاجأ بعض الأشخاص، لا أعطيني فكر بالمعطيات المسألة تكتشف إنه السائق ما لازم يكون مثلا حديث آخذ شاب. فإذا الوظائف ضرورية ولكن ما تكون عبء، يعني أنا بقول اليوم الطالب عم يقضي 6-7 ساعات بالمدرسة وترجعه على بيته كمان يقعد يشتغل 5 ساعات بالوظائف لكل حصة درسية إلى وظيفة غير الحفظ والتدريس تماما، وانا بحس الوظيفه هي للاهل مو للطالب. للاهل بيشتغلوا الاهل مع الطالب بالوظيفه اكثر ووقت كبير عم ياخذ الطالب بحل الوظائف وما عم يكون في نتائج
خففوا عليه الوظيفة شوي، يعني لما الأستاذ بيلعب الدور الصح ضمن الصف وبيوصل المعلومة بيحل التمارين اللي بيحسن يحلها خلال مدرس رياضيات خلص حل تمارين والطلاب كله حل التمارين، ما في داعي لوظيفة كبيرة بالبيت. ممكن تمرين واحد صغير، تمرين واحد يكفي. تمام. ورجوني حلكم هيك بتصير، ممكن الأستاذ يصلح الوظيفة تاني يوم بشكل أسرع. لما أنا بدي أعطي الطلاب 10 تمارين ممكن أمرق على 40 طالب وشوف العشر تمارين، تمارين أما تمرين كل طالب ممتاز على كل منهجية بحثية أو كل منهجية للحل تمرين تمرين أصلاً هيك بيكون كتير ممتاز. ممتاز لأنه أنا عاطي مدرس عاطي فكرة قبل بيوم شاملة وعطيتك تمرين لأختبر أنه طبعاً ما بدي أختبر ذكائك وما بدي أختبر، بدي أخليك متواصل مع المادة. تمام. بعد ما تخلص دوامك في تواصل ولو ربع ساعة مع المادة، أما نحن عم نعطيه الوظيفة عم يتواصل ساعتين عم يقص المادة على حساب مادة تانية عم. صح. وتاني يوم في حصص جديدة، في دراسة جديدة، في حفظ جديد، في تحضير. طيب المذاكرات والامتحانات ليش؟ أحد الطلاب ليش عنا مذاكرات وعنا امتحانات؟ هلا إذا ملاحظة هلا قولوا منيح خففنا لكم من المذاكرتين للامتحان، صارت مذاكرة وامتحان. لحظة هلا كانت اختبارات، رح نقول نحكي اختبارات البكالوريا بشكل عام، كان اختبار واحد خلال السنة بمعظم الدول، هلا صار يعملوه على فصلين، مثلا بالدول المجاورة لنا صار يعملوا اختبار فصل أول بيقدم مواد وفصل ثاني بيقدم مواد ثانية. نعم. في حال رسب بمادة ما له مضطر يعيد السنة كلها بيعيد المادة، عم يساووا الموضوع، يعني لقوا إنه صار في مشكلة عند الطالب إنه أنا سنة بدي أقدم كل هاي المواد، الكتاب from A to Z من الجلد بدي أدرسه كله لحتى أحسن حقق حلمي وهدفي وأوصل، وممكن علامة ترجعوا سنة. صح. فصاروا يخففوا هذا الأعباء عن الطالب، وما بنعرف نحن يمكن السنين القادمة يكون في عنا بلكي إنه كل أربع شهور بيقدم الطالب أربع مواد. مواد. وفي حال رسب بمادة بعيد بس هاي المادة. صح. هلا في نحن دورة تكميلية صارت خففت نوعا ما عبء. نعم. على فكرة خففت عبء مو بس على الطالب، خففت عبء على وزارة التربية إنه سنة كاملة بده يعيد وترجع تستقبله. صحيح. يعني ملاحظات ختامية بثلاثين ثانية بتحب تضيفها لكل الطلاب وأهليهم اللي عم يتابعونا؟ تنظيم للطالب، يا ريت كل الطلاب يعرفوا شو معنى قيمة التنظيم. يعني أنا تنظيم الدراسة، ساعات الدراسة خلال الأسبوع، يعني أنا بجي من مدرستي الساعة 2 الظهر، ساعة 2 بجي على البيت استراحة لمدة ساعة، بديت 3 بالدراسة لازم كل يوم أبدأ الساعة 3 يعني إذا الوقت أو 3:30، يعني دائما يكون وقت البداية والنهاية واحد. فترات الدراسة يعني بديت 3:30 خلصت 5، بكرة ببدأ 3:30 وأخلص 5، اللي بعده ببدأ 3:30 وبخلص 5، ولا دقيقة زيادة أو نقصان. بيتبرمج دماغك وبيعطيك إمكانيات عالية وأفضل ما عنده من إمكانيات بسبب هذا التنظيم، لأنه ماشي بنظام خاص ونحن منخالفه. أما كل يوم أنا ببدأ بوقت مرة بديت 3 مرة 4 مرة 5 صار في فوضى، ما عاد في فائدة. التنظيم، وإذا تنظم الطالب بيصلح علاقته مع محيطه. تمام. لما بتشوفي حضرتك ابنك منظم كل يوم بيجي تغدى وثلاثة ونص للخمسة دراسة، من الخمسة للستة استراحة مثلا، من الستة لثمانية دراسة أنت بتتركيه، ما عاد تاخذي وتعطي معه وتقولي له لازم تدرس واوا إلى آخره، بالعكس هو بيرتاح وحضرتك بترتاح. إذا التنظيم بينظم علاقة الطالب مع محيطه وأنت بتتركيه، لأنه بينسألي عنه والله ابني لأ منظم وعم يدرس. تمام. في نتائج من التنظيم جيدة جدا وأنا جربتها مع عدد ضخم من الطلاب. إن شاء الله يا رب نحن كأهل نقدر فعلا نساعد أطفالنا أولادنا، نحطهم يعني بالبداية لحتى فعلا يعرفوا ينظموا ويكبروا على هذا التنظيم. شكرا كثير لك أستاذ، يسعد صباحك. شكرا على واجب، يسعد صباحك. شكرا كثير لك أستاذ، يسعد صباحك. والله الظاهر بلش ابنك يعزبك بالمدرسة. بلش بالوظائف. بلشنا. يلا هيك شجعي بأكلات طيبة مثل الأكلات اللي بتعملهم الشيف تهامة، خلونا نرجع لعندها ونشوف وين وصلت بطبق اليوم. تفضلي يا شيف. شكرا. شكرا ورد. شكرا نور، يعطيكم العافية. عن جديد اليوم تعودتوا علي كل خميس نحن نعمل أكلة حلو، اليوم اخترت لكم هي أكلة السينامون. هلأ أنا بغيابكم حاولت رق العجينة لأنه بصراحة بتاخد وقت للرقة، بس رقتها ما بتتخيلوا أنه أسهل من هيك ما فيها. هلأ أنا بالبيت بصراحة برتاح مو على الطاولة، نحن عنا الغطاء تبع الغاز بلور بقى، إذا اللي عنده إياه هيك موجود بلور بس اسندوها ودقيقتين مشان لأنه بتاخد قياسات تطلع مستطيلة بشكل مثل ما أنتم شايفينه. أخذت معي هاي الرقة، رقتها مثل ما أنتم شايفين يعني يا دوب نص سنتي بهذا الشكل أنا بدي إياها. هلأ أنا قبل شوي مثل ما أنتم شايفين هون أنا عملت العجينة، هاي العجينة اللي أنا عملتها على قبل شوي على الهواء، حطيت 4 كاسات ونص طحين مع تقريبا 125 جرام من الزبدة، شبعتهم زبدة منيح مع رشة ملح، بعدين ضفت عليهم بيضة وكاسة حليب مع ظرف من الخميرة الفورية وتركتها لحتى هاي هي
انا هاي بصراحه بدها شي ساعتين بقى لحتى ترتاح، رح خليها على جنب. انا الصبح عامله عجينه كانت بتاخذ العقل فعلا، وقت لما طلعتها من الفرن كانت نافشه، ومثل ما انتم شايفين اساسا ماده، شفت الفرق بين التنتين. هلا هون صار عنا العجينه جاهزه، امتى رقيتها؟ امتى شوي من الاطراف بس لحتى اخذ شبه مستطيل. يعني انا فيني يعني هي انا بالنهايه ما عم بعمل شكل هندسي، انا عم بعمل اكله، يعني انا ما ضروري كلياتها على الليبرا، لا هيك منيح. بس اهم شيء مثل ما انتم شايفين بترقوا طحين تحت منها، ومدتها مثل ما انتم شايفين ليكوا شو سهله، كثير سهله وكثير لذيذه. طيب هلا كيف نلف سندويشة الزعتر؟ نفس الشيء تقريبا، هحط معلقه من الكاكاو، معلقتين من السكر الاسمر، معلقتين من القرفه، وراح احركهم، يعني اعتبروا هدول الزعتر بهذا الشكل. كثير هلا انا هي اكثر مرحله بحب ساويها، يا الله ريحه الكاكاو مع القرفه تاخذ العقل. هلا حجيب انا الفرشاي، هون انا دهنت البيركسه، انتم فيكم تحطوها باي شيء بدكم اياه. هلا انا حابب اسالكم على شغله، هلا هون حندهن السمنه. انا بعد ما بساوي هي الحركه برجع بريح العجينه للصراحه كمان ساعه. طيب نحن هوا شو بدي اعمل؟ اكيد مالي عامله عجينه ثالثه، يعني اكيد ما حساوي ثلاث عجينات. بقى لهيك رح تشوفوها شبه منفوخه، بتمنى انتم تريحوها بعد ما تعملوا هي المرحله، تغطوها وتتركوها ساعه. انا للصراحه ما فيني لا غطيها ولا شيء، انا اساسا شغلت الفرن مشان تلحقت معنا لاخر الحلقه. صدقوني اذا خليتوها ترتاح هيك بتصير مثل مثل الغيمه، هيك هشه بتاخذ العقل. وهي حطيت كميه من الزبده كمان، لسه بدي هون انا سوحتهم بحراره الغرفه تقريبا، ما بديها كثير سخنه. انا بستمتع لما بساوي السينامون، كثير بحب لفه. طيب هلا مثل ما عملت صندوش الزعتر، هلا حنقيل ونرش بهي الطريقه. هلا في عندكم طريقه ثانيه اذا حبيتوا، ممكن تدهنوا يعني مثلا الزبده هي اللي انتم شايفينها تحطوا فوق هذا الخليط، وفيكم هي الطريقه. انا احذروا ليش هيك بعمل، هاسكت شوي، حذرته لاني انا بحب السكر يقرش هيك هيك قرشه خفيفه كرمال، انا بحب قرشه السكر مع القرفه. اما حبيتوا تكون دايبه رايحه ما مبينه ساعه تحطوها مع الزبده، وهي خلصت معنا بهذا الشكل. وحطيت الكميه اللي انا رح احتاجها، طبعا بتخففوا بتكتروا مثل ما انتم بدكم. هلا رح اقيم نقول بسم الله ونلف مثل ما بنلف الساندويش. بدي احاول اول شيء مو دغري هيك، بدي احاول من هون تكون صغيره، شايفين ما بدي يكون بقلبها هوا. هلا لحالها رح تبرم كمان، وبصراحة بنتي عم تتابعني الصغيرة قالت لي ما تجي مو جايبتي لي قطعة منها، بقى اليوم رح روح واعملها منها. بس ما تصدقوا هي سندويشة، تخيلوا هي كلها سندويشة، يا سلام. هلا حقيمة وتجي لعندي شوي ونرجع لبرمة بهذا الشكل. هلا أنا شو بدي ساوي؟ هذا هو أنا السينامون صار عندي جاهز، جبت لكم خيط زهر على لون الزرار تبع المريول. لهلا هحطهم اثنين بهذا الشكل. احنا متعودين هيك بسناننا نعملها، بس عامله اسناني ما خرج. هلا رح نقيم وننزل فيها شوي من تحت، بس قبل خليني بالنظر، قبل ما ببلش اقطع خليني انا بالنظر ولو حددهم تحديده خفيفه يكونوا قد بعض، مشان إذا حطيته واللي عنده في مسطرة كمان بيمشي الحال، بس هيك تمام. يعني أنا شايفتهم على نظري حسب نظري قد بعضهم. هلا رح أقيم مثل ما أنتم شايفين بالخيط. هلا ليش أنا بالخيط عم ساويها؟ لأنه أنا ممكن إذا نزلت السكينة وطلعتها ممكن تشتر معي، أنا ما بدي إياها تشتر، أما بالخيط بتعطيني نتيجة مضمونة اللي هي هي. هلا رح أقيمها وبلش صفهم. هلا أنتم مثل ما قلت، هلا الفرق بين أنا وأنتم، رح أقول لكم شو الفرق. هلا أنتم حاولوا مثل ما قلت تبعدوهم عن بعض وتغطوهم بشقفه نظيفه بهي الطريقه هيك، لانه بعد ساعه حتلاقوها نفشت كلياتها.
انا للاسف اليوم حتشوفوها شبه منفوخه لانه نحن ما كثير معنا وقت، بس المهم عم نورجيكم نحن الطريقه. كمان هيك اجمل شيء بحب اعمله، يعني انا اللي حابب عباله اعمله سينامون. يخبرني اليوم بجي لعنده بساوي له اياهم. ما اشتهيتي يا نور ويا ورد تجوا تعملوا وحده؟ يخبرك يعني لو لو سكتتي كنت غنيتي رح خبرك. بس عن جد تعملي لنا هيك شيء ثاني ثاني شو هي كانت راح، لانه انا ما يعني انا هي باكلها كلها لحالي مع القهوه. ليكي شو لذيذه يعني. ايه شكلها مش حلو. هي المخرج اخذهم، شوف شو حلو، شو كيوت وشو لذيذ. وهلا على الفرن كمان بيتامروا شوي بيغير لونه بيصير حلو. بس انا بتمنى شوي ياخذوا يعني يتخمروا شوي حتى فعلا عشان تعطي هي النفشه. هلا عرفت ليش مربوطين بالكريسماس، بيعملوا منها جزع الشجرة وشجرة ميلاد وهالقصص. بس حزير شو ورد نسيت الحشوة حساويها هلا لحالي أنا. بس أنا مثل ما أنتم هون شايفين سوري من الكنترول، هلا هون أنا عندي طحنت نص كوب من السكر الناعم، هذا الصوص الأبيض اللي إحنا بنشوفه فوق كتير سهل، وححط فوقه منه كمان تقريبا 200 جرام من أي نوع جبنة كريمية. هلا ححطهم كلهم على الخلاط مع شوي حسيتها جامدة بحط سكر. هذا كل شيء أنا أحتاجه مع 125 جرام من الزبدة. حأرجع عيد نص كوب من السكر المطحون حأطحنه مع 200 جرام من أي نوع جبنة كريمية، وفوق منه شوي حليب و25 جرام زبدة مشان يطلع معنا الصوص الأخير. شكراً كثير لك يا شيف. سلام إيديك يا شيف. وصلنا معكم لفقرتنا الطبية اللي رح نحكي فيها عن موضوع الولادات المبكرة، كونه هذا اليوم بيصادف تاريخ التوعية بهي المشكلة يلي ممكن تهدد صحة الجنين والأم على حد سواء. صحيح، مو كل ولادة باكرة فهي ولادة خطيرة إلى درجة كبيرة، وما كل ولادة باكرة فهي ولادة آمنة كمان بنفس الموضوع. واحد من كل 10 أطفال حول العالم عندهم حالة ولادة باكرة من قبل أمهاتهم. شو الأسباب؟ هل توجد طرق وقاية؟ رح نعرف كل التفاصيل مع ضيفتنا الدكتورة رابعة السيوفي، اختصاصية بالتوليد وعلاج الأمراض النسائية وجراحتها. صباح الخير دكتورة. صباح. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. عم نحكي عن الولادات المبكرة يلي ممكن تحصل عند كتير من السيدات، وفي سيدات أخريات كمان ما بيعرفوا شو يعني ولادة مبكرة. رح نأخذ من حضرتك المفهوم العام للولادة المبكرة. ماما بداية بس أنا شوي حاعتذر منكم، عندي بحيد صوت. سلام. بس الله يسلمكم. بس من قد قناة سما فعلا مغالية على قلبي، فما حبيتي لتكون موجودة معنا. مستحيل أعتذر عن استضافتك. أهلا وسهلا فيك نورتي. فأول شيء المدة الطبيعية للحمل هي 280 يوم من موعد أول يوم بالدورة الشهرية اللي حملت فيها، أو 260 يوم من بداية الإلقاح. هلأ الحمل الطبيعي 40 أسبوع عليكم. كل تعريف الجنين الناضج هو الجنين يلي تجاوز الأسبوع 37. يعني نحن عنا كل عمر حمل تحت 37 أسبوع، اعتبارا من 21 أسبوع لل 37 أسبوع هي اسمها ولادة مبكرة. أوكي. تحت الأسبوع 21 اسمه إجهاض، ما اسمه ولادة مبكرة. بعد الأسبوع 37 كامل الناضج. أوكي. فبيناتهم حتى هذا العمر بيتقسم لثلاث أقسام. القسم الأول يلي كتير بنعتبره مثل ما حضرتك الأول فينا التلت، يعني من 21 أسبوع ل 28 أسبوع هي كتير عالية الخطورة. تمام. من 28 أسبوع ل 32 أسبوع مبكرة ماشي. جدا بس مقبولة. هلأ دي ما كتير عالية الخطورة، متوسطة هي ما بين ال 32 أسبوع للأسبوع 37. تمام. طيب دكتورة ليش بيصير في بعض الأمهات أو بعض السيدات الحوامل عندهم حالات ولادة باكرة؟ ليش منشوف انه في سيدة كملت للشهر التاسع وفاتت بشهر التاسع وتمام الموضوع، وسيدة بلشت سابع تامن بيقول لها الدكتور انتبهي انت اكثر عرضة من غيرك لولادة باكرة، شو بيكون صاير؟ هلا هو في نحن خلينا نقول انه السبب الحقيقي غير معروف، بس في عندي عوامل خطورة اذا انتبهنا لها وعالجناها فالامور ان شاء الله بتكفي بخير. يعني مثلا عندنا سوابق ولادات مبكره، هي اخطر سيده اللي عندها سوابق ولادات مبكره. اوكي. او مثلا في عندنا الحمل التوأم سواء ثنائي او ثلاثي، احيانا بتكون استسقاء أمنيوسي، يعني العوام بيقولوا لها ميه الراس كثيره، فكل ما كبر حجم الرحم نتيجه توائم او زياده ميه الراس بتزيد فرصه في الولاده المبكره. يلي عندها امراض مزمنه ضغط او سكري مثلا،
في عنا حالات حتى البنية العائلية إلى دور اللي عندها مشاكل أو تشوهات بالرحم، مثلا رحم ذو القرنين، اللي عندها عنق الرحم قصير، اللي عندها مشاكل حتى بالمشيمة، مهددة بالولادة المبكرة، هي مهددة بالولادة المبكرة. فأنا مثلا اللي عندها كتير التهابات نسائية أثناء الحمل أو التهابات بولية، فنحن هدول منحطهم تحت حمول عالية الخطورة للولادة المبكرة. أوكي. تمام. طب رح نحكي شوي دكتورة عن الأعراض يلي ممكن تنبئ الطبيب بأنه هي السيدة عم ممكن تعاني، هي عندها حمولات مرت بسلام ولكن هذا الحمل يمكن مهدد، في أعراض ممكن تظهر تقول أنه أنت على السابع على الثامن في عندك مشكلة وممكن تبرأ بسلام ممكن لا، شو الأعراض ممكن تظهر؟ نحن إذا بدنا نفيد الصبايا نعطيهم علامات تعرف إمتى هي لازم تراجع طبيبتها، هي النقطة الأهم، لأنه بتخاف من أول كم شهر في تمشيح دم، فهي بتقول إنه أنا رح أجهد، هذا ما له علاقة، هذا فتنا بالإجهادات تحت الأسبوع 21 هذا اسمه إجهاد، ما اسمه ولادة مبكرة أبدا، حتى لو مات الجنين ما اسمه مات الجنين، اسمه أملاص. طب وإذا أخذت مثبتات للحمل؟ نحن هي هلأ فتنا بالعلاج. أوكي. هلأ أنا إذا بدي إلا هي أكثر قصة أنا بتهمني وبحب أشرحها للصبايا عندي مشان نحن ما تفوتنا ولا ولادة مبكرة. أي صبية بالبيت حست حالها في عندها تقلصات بتشبه الدورة، آلام الدورة أو وجع ظهر عم بيروح ويجي مثلا، قالت لك أنا حاسة كأنه حوضي تقل أو امتلاء مهبل، إنه كأنه مهبل معبى بشي، هي لازم تراجع طبيبتها. هدولي يعني أنا في عندي بقى هدول اللي بقرر بقى إنه ولادة مبكرة ولا لا هو الطبيب بقى. هلأ إجت الصبية لعنا، نحن شو الشيء اللي لازم نشوفه لحتى أكد أنا إنه هذا العرض هو ولادة مبكرة ولا لا؟ مثلا إذا قالت لنا إنه والله عندها تقلصات منتظمة كل 5 أو 10 دقائق، يعني بالساعة عم تجي أكثر من 8 تقلصات، هذا طلق تماما، وانه التقلص تحت 30 ثانيه نهبله ما بتساوي تبدلات بعنق الرحم، بس فوق 30 ثانيه الى قيمه طبيه. فاذا في تقلصات بدايه جينا بالفحص النسائي لقينا العنق اتساعه اكثر من 2.5 سم او قصر صار اكثر من 75% الانبحاء، فانا هون بدي انتبه له، هي لا تهديد بالولاده المبكره، وهي بقى بنحط لها البروتوكول اللي نحميها من انه يتطور اكثر من هيك. طبعا هو اذا بدنا نفوت بالتشخيص في فحص كمان هذا مؤكد، في عندنا نحن البيتا فيبرونكتين، هاد الماده هي موجوده ما بين غشاء الامنيوسي للطفل ورحم الام، هو اللي بيساوي المشبك اللي بيحمي الطفل، فبس تجي الوحدة تقول لك كثرة إفرازات المهبلية مثلا ما تصفي الدخل، أنا معناتها فيني أخذ مسحة من المفرزات إذا حللت هذا التحليل، فهو بيعطيني تماما، إذا طلع سلبي بقول له روحي على البيت أسبوع ما في ولادة، وهذا الحكي أكيد هذا تشخيص مؤكد، بس مثلا إذا لقيته إيجابي وأنا طبعا أخذته بصورة دقيقة، يعني ما لي مسوي قبله فحص نسائي ولا إيكو مهبلي، فأنا ما كتير إيجابيته ممكن تكون كاذبة، فإذا تاخذ بطريقة دقيقة دير بالي هون تماما، بصير هون بقى أعطيها علاج جدي ونصائح جدية وبدها تنتبه. شو هي دكتورة حتى ما نطول عليكي كمان؟ تمام. العلاج الجدي، يعني أنا فعلا في عندي سيدة حامل مهددة أو خلينا نقول أكثر عرضة لولادة باكرة، تمام، شو بتصرف أنا؟ مزبوط مثل ما قالت نور من شوي في إبر تثبيت، طبعا مزبوط في مثلا وضعيات جلوس، في وضعيات نوم، تمام. هلأ نحن حسب يعني هو ما فينا نعمم بالعلاج، بس أنا إذا أعطيت البروتوكول كامل كل واحدة حتاخد حالتها، يعني وقت يكون عندي أنا مثلا اتساع أكثر من 5 سم ما عاد يفيد، ما عاد يفيد يعني شيء. الملاحظات اللي حطيناها بالاتساع والإنبحاء، هون في عنا موقفات مخاط، الموقفات المخاط منها حاصلة مرخيات عضلة يعني الرحم، لا هي نحن بموقفات المخاط بناخد السايد افكت تبع الدواء، عم ناخده موقف مخاط، يعني مثلا حاصلات الكلسية خفض الضغط بالأصل، فنحن عم ناخد السايد افكت تبعها انه هي بالمقابل بتهدي الرحم وبتوقف التقلصات، صحيح بتوطي الضغط لأنه هي بالأصل خافضة الضغط، ممكن تسرع القلب، بس نحن هذا بيتم تحت السيطرة،
يعني فيها إذا هبط ضغطها كثير تقلنا أفضل من ولادة مبكرة 100%. تمام. لأنه إذا بدنا نحكي شو النتائج على الجنين وعلى الأم فهي بصراحة مش معنى جيدة أبدا. من موقفات المخاض عنا سلبو تامول إلى آخره، يعني موقفات مخاض عنا مثلا مضادات الالتهاب غير السرقدية، الأندوميتاسين على بساطة ممكن يوقف مخاض، بس مثلا هون أنا ما فيني استعمله مرحلة متقدمة لأنه بيساوي انغلاق بالقناة الشريانية عند الجنين. فالحكيم أنه هو بده يختار له حسب وضع موقف المخاض. حضرتك قلت يا ورد أنه مثبتات الحمل، مثبتات الحمل جيدة وإذا أعطيناها كمان بترخي الرحم، مع أنه آلية أمانة معروفة تماماً بس هي بتعطي نتائج جيدة، سواء كان بالحبوب أو التحميل أو بالإبر، هي بتنعطى يعني كل واحدة حسب حالتها. هلأ الموضة يلي هلأ بتفوت الصبية الحامل بتقول لها طب تعطيني إبرة الرئة، قصة إبر الرئة إنه هو إبر كورتيزون إبرتين داكسون هنبي بداية الشهر السابع أو آخره. هلأ هي أحلى جرعة هي بمنتصف الشهر السادس، أوكي. يعني بالأسبوع 23 مشان نحن نتجنب. هي مادة السورفاكتنت اللي موجودة بالأسناخ الرئوية أنا بدي أحرضها لأنه هي بتكون ما أنا موجودة بالأسناخ لنضوجة تماماً. فقط بعطي مثلاً أنا الكورتيزون بالأسبوع 23 يومين متتاليين مثلاً، فأنا حرضت هالمادة ومنصير نحن من عيد الجرعة حسب خطورة الحالة. تمام. طب هون قبل ما ينتهي الوقت دكتورة، في حكي من العوام بيقولوا أنه ابن السبع شهور بعيش، ابن الثمان شهور ما بعيش، يعني السيدة إذا ولدت بالشهر السابع ففي فرصة لجنينها يعيش ولو كان بحاضنة أكثر ما أنه إذا ولدت بالشهر الثامن بيكون في خطورة عليها وعلى الجنين أكثر. تمام. وين الصح وين الغلط؟ هلأ هو طلع الدراسة أنه ممكن السورف هكتانتي اللي حكيت عليه أنه بشهر السبع يكون أكثر بشوي، هيك ما شرحت الدراسة ليش، وأنه بالشهر الثامن ممكن هيك. هلأ هي المنطق والعقل ومعظم الدراسات بتقول لا، كل ما نضج الجنين جنين أكثر فهو مليون بالمية أنه لازم يجينا جنين أحسن. فما فيها القصة يعني. تمام. يعني معلومات كتير مهمة دكتورة أخذناها منك، يعني إن شاء الله الستات الصبايا اللي عم يحضرونا فعلا يكونوا استفادوا وفعلا ينتبهوا لهي التحذيرات اللي خبرتينا إياهم. شكرا كتير لك. الله يسعد صباحك. شكرا كتير لك دكتورة. مرحلة الطفولة بالوقت هي الوقت الأمثل يمكن لحتى تعرف وتعرف الطفل على كل أشكال وأنواع الفنون لحتى يكون صورة عامة عنها ويختار أكثر نوع شده لحتى يتابع فيه ويتعمق بتعلمه. 100% على طول نأكد أن الطفولة هي المرحلة يلي بينوجد فيها طاقة كبيرة ومساحة كافية لبناء التجارب الجديدة عند الإنسان. هاد يلي اشتغلت عليه الفنانة التشكيلية شذا سمعول، فوظفت موهبتها بالنحت لتعلمها للأطفال الصغار. رح نعرف تفاصيل أكثر بهالتقرير. يعد الفن المجسم للأطفال أحد مظاهر الفن التشكيلي ووسيلة من وسائل التعبير عن النفس البشرية وإبداعا كبيرا عندما يكتنز بعصافير تطمح نحو القمم، وذلك للتعبير عما يدور في بالهم من خيالات واهتمامات كثيرة. حكايتنا اليوم عن سيدة ترجمت ما في بالها وكرست وقتها وجهدها لأطفال آمنت بموهبتهم وجعلت من صميم روحها بيتا كبيرا يعج بالقدرات الذهبية اللامتناهية. كونه أنا بشتغل بقصص الأطفال يعني ضليت بعالمهم وما بعدت عنهم أبدا، فأنا بعرف الطفل شو بيحب. أنا ما بدي أتعامل معه كهو طفل، أنا بدي أكسب ثقته فبدي أتعامل معه كشخص كبير، فبدي أعطيه مشاريع كبيرة لكن أنا بدي بسط وقت التنفيذ. هنهم عم يشتغلوا شيء صعب لكن نحن بالتبسيط يعني هلا حتشوف نتيجه كثير حلوه. بالبدايه بعد التخرج اشتغلت بقصص الاطفال فقط، سافرت مده 10 سنين وباثناء تغربي كان بس الشغل بالكتب التعليميه وقصص الاطفال، بالاضافه لمشاركات ببعض المعارض السنويه اللي كانت تصير بمدينه مسقط بسلطنه عمان. نحت ما اشتغلت ابدا في مصر لمجال لانه ما كان عندي بحكم بده مكان انا ما كان متاح هذا الشيء لي. حبيت انه بلش بمشروعي مرسمي الخاص باعتبار انه في اماكن كتير لتعليم الرسم والنحت
الأطفال، لكن ما بيعلموا بطريقة بيعلموا الطفل كطفل. أنا حابة أعلم الطفل كهو شخص كبير، تعليم أكاديمي. ومن هون بلشت الفكرة وبلش الحلم مع مرسمي الخاص. الفكرة بدها تكون موجودة، بدك تنفذ سكيتش، بدك تختار المادة اللي بدك تنفذ عليها، إن كان خشب ولا حجار ولا معدن أو عدة مواد. لكن بالبداية قبل ما تنفذ بهي المواد أنت لازم يعني بدك تختار مادة مرنة لتشتغل عليها. يعني نحن بنختار الطين، الطين أول شيء بنبلش فيه كنموذج أولي، بعدين بتطبق بالمواد اللي بدك إياها. ما في هي الصعوبات الصعوبات يعني، بس أنا أحياناً بتواجهني إنه بلش مع طفل بمرحلة معينة، ببلش بس بده ينتج أو يعمل شيء حلو ما بقى بشوفه، فبيفضل إنه ياخد عربي أو ياخد إنجليزي على إنه ياخد رسم أو نحت. لا بالعكس، رسم أو النحت هي وسيلة لحتى تطالعك من هالضغط الدراسي. طبعاً أنا بقول هالحكي للأهل، يعني هي لتريحه لتخليه يرجع تعمل له حافز أكبر ليدرس. بأنامل ماسية ممزوجة بعبق الطفولة ليكملا معاً مجسمات تحكي تراثات عميقة. أنا سخرت النحت لعلم الطفل الرسم بطريقة مبسطة، خاصة الأطفال الصغار. يعني أنا أنت لما بتجيبه لهالطفل وبتقول له تعال ارسم لي هالتفاحة، هو الطفل عم يشوفها من زاوية واحدة، يعني عمليا إنه هو في إذا في أي عيب هو عم يتخبى وراء هاي الزاوية. لكن أنت لما عم تقول له تعال انحت لي هالتفاحة، هو عم يشوفها من جميع الزوايا، وأنت عم تشوفها أكثر من عمل فني. هي كل زاوية عمل فني منفرد لحاله، يعني هيك أنت عم تشغله خياله بشكل أكبر. بتمنى ما تصير مقارنات بين أي طفل وطفل. الأطفال كل واحد عنده قدرته الخاصة، استيعابه الخاص. الكل مبدعين لا مجال، يعني الولد عنده طاقة غير محدودة. الطفل الموهوب المبدع هو مسؤولية أنت لازم تأخذ بإيده وتوصل المكان المناسب. لا تتخلوا عن أحلامكم. أنا من لما صغيرة وأنا بقول بيسألوني شو بدك تصيري، رفقاتي بده يصير دكتور بده يصير مهندس، أنا من لما صغيرة بقول بدي يصير رسامة. أنا رسامة وفعلا الحمد لله رب العالمين يعني وصلت للمكان اللي بدي إياه. يعني بعض نقاشات وجدالات يعني اللي عم نتناقش ونتجادل فيهم أنا وياك ورد، نجلة أباني هي رح تعطينا الشيء الصحيح من الأبراج غير حظوظنا وأبراجنا لليوم، رح تخبرنا مين الأكثر وفاء ومين الأكثر خيانة. صادلي صباحك. صباحك. اليوم ندمر العالم. بلشنا نور وأنا وحتى الشفت وهامة أنه نعطي احتمالات يعني. أنه هذا البرج خوان، هذا البرج نسوانجي، هذا البرج لا إذا لزق بشريكه فهو دبقة إلى الأبد. الجواب الشافي عندك، تفضل. يسعد صباحك. صباحك. صباحكم خيرات، ايامكم دائما سعيده، ضلوا دائما مبسوطين ومرتاحين. اليوم 17 تشرين 2 نوفمبر، 8 دياتي لكم بالسعاده. كواكبنا اولا ما زالت في اماكنها، كوكبين دخلوا اول الكواكب القادمه الى برج القوس، ان العطارد للسفر والاوراق والزهره للحب الارتباط العلاقات الصداقات. اثنيناتهم صاروا في برج القوس. ريحوا شوي بقى مولود برج الدلو، ريحوا شوي بقى مولود برج الثور الأسد، يعني أمورهم باتجاه الأريح بهاي الفترات، إضافة إلى وجود المريخ كوكب الطاقة الحماس، كوكب اللي بيجعلنا شوي عصبيين يعني متسرعين، خليني أقول ضايقين الخلق، طبعا يتراجع في برج الجوزاء. هلأ كوكب المريخ عم بيضايق شوي مولود برج العذراء القوس الحوت على المستوى الصحي. أول أخباري العزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم متضايق من كثرة الشغل، اليوم ما فاضي حك راسه، عنده مسؤوليات إضافية، عم بيقلق يمكن على أمور صحية، عنده هدف حاسه بعيد المنال، يعني طق إيقاعك اليوم شوي وحاول إنك تبذل جهود في أمورك الضرورية، لأنه أمورك الضرورية هي الأهم بهاي الفترات، يعني وحمل الآخرين شوية هموم إذا قدرت، يعني حدد الضروري وأنجزه قبل ما تخلص يومك، وارتح لك شوي إذا قدرت. مولود برج الثور لا الأمور جيدة، في أمان وفي راحة للمستقبل، صار لك يومين ممرتاح، اليوم الأمور أفضل كثقة بالنفس، كإقناع لمحيطك، كوصول إلى صيغ للتفاهم، لتدافع عن نفسك، لتكون محاور جيد عموما، لتصل لأفضل الحلول. اليوم يوم فيه يعني نتائج إيجابية، أنت أكثر ارتياحا، تدرس، تحلل، تفاوض.
مولود برج الجوزاء، انت اللي اليوم شوي قلقان، ما انا كثير مرتاح، يمكن على قصص هيك معصبتك، على قصص العلاقه بشجارات. اليوم كلمه مني كلمه منك ممكن يخلق شجار، وحاول تحسب كلمتك قبل ما تقولها. مولود برج الجوزاء لما تدخل بصدامات، ولاحظ كم مره ممكن تقول اف، يمكن لانه في شيء ما كثير عاجبك، يمكن في علاقه او صداقه عملت لك مضايقات، يمكن تدخل بمشكلة لا داعي لها. على كل الأحوال أنا ما بعتبر الأمور اليوم كتير مصدر مضايقات، يعني في شيء قصدي بتقدر تتعداه وبكل هدوء. اليوم عنده نشاط وطاقة مولود برج السرطان، عنده محبة وتفاؤل، يوم جيد للعائلة لتكون متعاطف وسعيد، لتشعر أنه في قلق إلى زوال عموماً. هلأ ما أنا كبسة زر، بس بالأكيد هاي الأيام أيام إيجابية. لو درست مولود برج السرطان كل تصرف كل كلمة بتقولها، قصدي لتكون سعيد بما يحصل، الأمور لك إيجابية فلا تستعجل الحلول. عزيزنا مولود برج الأسد عم يقبض، عم يدفع عائدات، قروض، استثمارات، يعني على مدى أشهر عم تصرف أكثر مما يجب. هاي الأيام أيام يعني إيجابية للأمور المالية، للطالب بحقوق مفقودة يمكن، أو لتعطي الآخرين حقوقهم، أو لترتب أمورك بشكل إيجابي. يعني هاي الأيام أيام جيدة. طبعاً مع ذلك أنا بدي حذره دائماً لمولود برج الأسد من صرف أكثر مما يجب. مشرق ومتفائل مولود برج العذراء، وهذا طبيعي بوجود القمر ببرجك. من تحب أصدقائك جنبك، ترتب بيتك الداخلي، تمتن علاقاتك بالأشخاص حواليك، مشغول بالأمور الشخصية وتجذب العيون إليك. اليوم في إصلاحات أنت تحتاجها، من الضروري أنك تعملها، مصالحات يمكن أو بوادر لحلول. كل شيء له علاقة بشركات، بعلاقات زواج انتبه له مولود برج الميزان. يمكن في عرقلة، يمكن في عدم اهتمام، يمكن في نوع من أنواع المحبة المفقودة هاي الأيام، أو خيبة الأمل بأشخاص كانوا موجودين حواليك. عموماً برج الميزان لا تدخل بنزاعات لست تحتاجها. ما بعرف اليوم في حدا عم بيعطلك أمورك يمكن، أو ما أنك قادر تمشي الأمور مثل ما أنت بدك. على كل لا تخلي الأمور تتطور لتصبح عصبياً. مبتسم وترفض التعب مولود برج العقرب، أكثر نشاطاً، مليئاً بالرقة والدبلوماسية. اليوم في حلول أو مصالحات أو تعارف أو أصدقاء لهم علاقة بمرح أو تسلية أو أخبار مشجعة أو مناسبات. اليوم عم تشعر بالقوة والإيجابية مولود برج العقرب، خاصة على الصعيد الاجتماعي، ما بعد ممكن مسافر. مولود برج القوس، اليوم في أشخاص حواليك أنت عم تشعر أنهم يعادوك، أو في قصص صحية بضايقتك، أو توتر عم يتراكم هاي الأيام. هلأ هاي اليومين ما كتير الأريح بالنسبة لك، الأجواء حواليك تنذر بالأسوأ، كلمة جارحة ربما، خلاف على وجهة نظر ربما، أو خطوة خاطئة ربما. على كل الأحوال اليوم تصرفاتك متسرعة، قراراتك يعني شوي هيك مرتجلة خليني أقول، أو مفاجئة، أو يمكن كلمة غير مقصودة. قلل من حجم المشاكل اللي عم بيكون سببها بالغالب الآخرين. على كل اليوم مولود برج القوس مضغوط من الآخرين، يعني إزعاجاته جاي من غيره مو من عنده. اليوم الجدي عم بيوسع دائرة نشاطاته المهنية، كل شيء له علاقة بأصدقاء، تعاطف، محبة، تجارب، يمكن اليوم عم بيخوضها، صداقات يمكن، أو حتى حلول. هلأ أنا بشوف اليوم قادر تحسن وضعك العملي، أنت موضع اهتمام من الآخرين، تليفونك ما عم بيوقف رن، وفعلياً اليوم الأمور إيجابية، في لطف موجود عندك وأنت أكثر ثقة بنفسك. مولود الدلو كمان الأمور جيدة، ولا تتوقف عند عراقيل صغيرة. هالأربع خمس أيام لترجع بقى تعيد بناء الثقة بنفسك وبالآخرين. طالع من شهر كان متعب وفترات متعبة إلى فترات أفضل بكتير. سماع اليوم نصائح قادمة ممن تحب، حاول تغفر الأخطاء وتقبل الظروف الموجودة حواليك. يوم جيد عموما. يوم مو كتير مرتاح لمولود برج الحوت، على الغالب قد تجرح أحد ممن حولك بكلمة هيك صريحة أكثر مما يجب، أو عم تنتابك الحساسية من مواضيع صغيرة أو خلافات مع شركاء.
هاي الأيام أيام في عراقيل أو جدل أو احتجاج أو ما عاجبك واقع الحال الموجود حواليك، هلأ لا تصطدم بمن تحب، عائلة مثلا. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 17، أتمنى له السعادة، الشخص الجذاب جدا، شخص أذكى من المعتاد، حدسه كبير، قليلا ما يقع في حبائل النصابين، بطيء وثقيل الحركة، ما بياخذ قراراته إلا ببطء، قائد بطبعه، عدو يعني خطر، صديق مخلص، ذاكرته قوية جدا، من الأشخاص اللي عندهم حساسية كبيرة، غيور، أعداؤه كثر، ميال عموما للعظمة، أصدقائه قلائل لكنهم دائمين. طبعا سنة كتير مهمة بالنسبة له إيجابية، لأنه فيها تغييرات على الغالب، تغييراتك العلاقة بأمور مالية وأمور عاطفية، الأفضل ماليا والأفضل عاطفيا بالمتبقي من السنة، والأمور لك إيجابية جدا. اتفقنا نحكي اليوم عن الأبراج الأكثر إخلاصا. هلا الأبراج الأكثر إخلاصا بالقطع هن مواليد التراب، الأبراج الترابية. أولا الجدي، أولا لأنه الجنس الآخر لا يعني له شيئا عموما، فلا يعني له شيئا فبالضرورة هو مخلص، يعني مو لأنه كتير شديد الإخلاص، بس فعليا الجدي العمل هي مقدمات حياته، العائلة والأولاد تاني شغلة مهمة بحياته، بعدين بتجي بقى قصص النساء الرجال. يعني أنا دائما بسمي المرأة الجدي هي المرأة الراهبة أو الدكتورة، بتلاقوها بدون مكياج بدون تجميل، نادرا ما بتلجأ للاستعراض بشكلها بحياتها بشكله بحياته، يعني الدكتور الروتيني هذا الكلاسيك، جرافي وطقم وهيك، وش شاحب وحزين وهمه وعمله بالأول وبعدين عائلته. هلأ لو خانك مثل ما كانت يعني حد عم بيقول، فهو ما كان حبك أصلا أو مانك من أولويات حياته حقيقة. الجدي لا يخو عموما إذا أنت من أولويات حياته أو زوجته أو عائلته، يعني على الأقل نادرا على كل آخر همه النسوة الصراحة، يعني كسبنا التحدي. ايه أنا كسبت الجدي التحدي. لا يخو تاني برج هو العزراء. لا يخو بالتأكيد. أنا مبارح كنت وقت عم نحضرة لهي الفقرة كنت عم أقول إنه أنا بعرف كل فنانين سوريا تقريباً وفنانين الوطن العربي بالمجمل، أنا ما شفت ممثل عزراء أو ممثلة عزراء، كتير قلال في، بس كتير قلال. شو السبب؟ أنا ما تذكرتهم، ما بيعرفوا يكذبوا لأنه التمثيل بده نوع من أنواع الكذب، يعني بالنتيجة أنت عم تمثل شيء غير حقيقتك، عم تمثل دور ما، فنادراً العزراء ما بتخون. طبعاً كمان الصراحة الخيانة تستدعي إنه أنا أحب هاي القصة لأعمل يعني أخرب حياتي وروح باتجاهها. العزراء القصص اللي أبعد شيء بالنسبة له هي مثلاً الرجل المرأة أو المرأة الرجل، يعني أنا قصدي لا لهم علاقة بكتير بالعواطف ليخونوا لأجل العواطف، ولا لهم علاقة كتير بالجنس ليخونوا لأجل الجنس، فهن تاني الأبراج اللي ما لهم علاقة بالخيانة. ثالث بالقطع هو الثور، لأنه الثور حدا كتير متملك وبيعتبر أنه هاي المرأة ملكه، فيعني ما حدا بيخون أملاكه عموما. طبعا هو كمان من الأشخاص اللي العمل والعائلة مقدمات حياته، وشخص عايش بوش واحد عنده وشين عموما. الثور ما الخيانة تستدعي ست وجوه مثلا، مثل ما عم نحكي مثلا هلأ بدنا نقول من الأبراج الأكثر خيانين الجوزاء بالضبط. بس البرج الرابع اللي ما بيخونه برج الأسد. الأسد يعني ما بيخون طبعاً. مع أنه الأسد برج ناري وبرج استعراضي طبعا وما بيخون. ليش؟ أولا لأنه بيحافظ على ممتلكاته، ثانيا إذا حدا في مرأة عم بتدلله بتغنجه فأبدا ما بيفكر يتركه. هو الأسد رجل المرأة الواحدة عموما، كمان ما له خلاق على الكذب، ما له خلاق أنه هو يعني يخوض علاقتين. وبعدين الأسد حبيبي كتير بيبين عليه، يعني ما بده شطارة، بينفضح، ما فيه يخونك دغري مفضوح، يعني هو أصلا كتاب مفتوح، إذا بده يفكر يخونك فثقي تماما أنه يعني ثلاث ثواني رح ينفضح. والأنثى كمان طبعا طبعا لا مانهم كتير ميالين لحكاية يعني. الرجلين ما هو كائن صريح و مباشر يعني ما فماله علاقة بهي القصة.
هاي الأبراج أربع أبراج التي لا تخون. أما الأبراج التي تخون وأكثر قابلية واللي بدهم حدا يتفضل بيقوم بيرقد حمل أول أبراج للأسف يعني هلأ نساء الحق اللي متجوزة جوز حمل حتبلش تدور ورا. بس روحي اطمئني إنه ذو علاقات عابرة يعني لا الحمل مو من الرجال اللي يعني بيجيبوا الخيانة عبيتهم بيخون وبيخلص وبيرجع عبيته وما بتحسي عليه فلا تفتشي ورا لأنه القصة ما أنا محرزة أبداً هو بيحب يشعر بالاهتمام ففي شيء ناقصه بالبيت أنا أقولي قبل ما تدوري يعني على ورا وقبل ما تدوري هو ليش خاني فكري شو ناقص في ناقص قطعاً. البرج الثاني الجوزاء طبعاً الحمل هدول الأبراج كمان ما بدك تنسي إنه هن بيخونوا للمتعة يعني ينبسطوا هو بينبسط له ساعة وبيرجع عبيته طبيعي على أساس ما عملش مثلاً يعني حتى لو قاعدة أنا ما قصدت الخيانة بمعنى الخيانة البشع ممكن صداقات علاقات بس بحس حاله مهم مشوار روحة جاية يعني مثلاً الثاني هو بالقطع الجوزاء طبعاً ما في داعي حدا يحكوا فيها هو أصلاً شخصيتين فأنا دائماً على فكرة بقول الجوزاء هو رجل الزوجتين أو التنتين يعني دائماً يعني هاي بالضرورة بقى هي بتصير أربعة بتصير خمسة ما في مشكلة المهم إنه دائماً الجوزاء من الرجال اللي ناقصهم شيء حتى لو أنت كاملة مكملة هو بيحس إنه ناقصه شيء ناقصه أكشن مثلاً ناقصه تسالي ناقصه مرح هو بحسه برج الفرط النشاط أصلاً إيه فلذلك هو دائماً ناقصه شيء آخر لأنه ما في مرأة تكمله ما في مرأة خارج يكون فيها كل هاد يعني تكون جدية جداً وحكيمة جداً وذكية جداً وتناقشه وتكون كتير سكسي وكتير جذابة وكتير مثيرة وتكون حكاية وتقعد بالبيت شو هالكمال اللي عم يدور يعني عليه موجودة. فهو أقل شيء يلزمه تنتين بالحياة أوكي. فما أكثر كمان العقرب هو هذا اللي بدي ناقش فيه أنا برج العقرب العقرب من الأبراج الأكثر إخلاصاً عموماً ومن الأبراج الأكثر خيانة العقرب دائماً عنده مشكلة يا شباب جدياً عم بحكي 90-95% من رؤيتي الأبراج دائماً عنده مشكلة بموضوع العلاقة الحميمة مع المرأة دائماً عنده مشكلة يعني يا ما عاجبه يا عاجبه أكثر مما يجب فبصير بده واحدة تانية يعني عنده مشكلة دائماً موضوع برج العقرب ما في توازن ما في توازن نتكمل العين وتشبع انسى غرامك دائم يعني هو كتير بيروح لغرائز هلأ طبعاً نحن عم نحكي بالعموم تمام تقول ما في حدا طبعاً في ما بيحكي مخلص كامل لا وخائن دائم مو كل الحمل مخلصين بالنتيجة عم نحكي أنا كتير إحصائية. شفت ناس حملوا فعلياً كتير مخلصين أو جوزاء في إلي رفيق يا زلمة جوزاء تصعق قد هو مخلص ما له علاقه مثلاً. بها ابدا قاعده تعمم شكرا مدام لوجودك بنتمنى لك بكره عطله سعيده كمان سعيد. صباحك صباحكم خيرات صار الوقت لنروح لعند الشيف تهامه اللي بلشت تاكل اصلا وريحه الاكله لما طلعت من الفرن تماماً. بتجنن فورا لعندها يا صباح الخير عن جديد تاني مرة رح أكل هون تحت عن جد تحت إيه ورد هون حأكل تحت أنا مشان ما بقى أحد يشوفني وأنا عم أكل أنا مو مشان شي على فكرة عم دوق عم تدوق أنا عم دوق أنا كنت عم إلا لنور شغلة إيه؟ هلأ حتنبسطي منها شو عم إلا أنا صار لي كم يوم ما شايفة للشيف تهامة فنحفاني تقبر قلبي إيه فرقتك تقبر قلبي ماشي على الدار إلك ثلاثة سينمونات خلص بس هلأ نزعت الداي جاملة للشيف تاخذ أكلات بس بدوق أنا قطعتين معناتها لورد إيه هلأ بس تقول لاحظت ورد ونور أنه تخيلي أنا ما ريحتها وأخذتها النفشة تخيلوا لو مريحتها كانت نفشة بدها تعطي هي الفوليوم الهيم شو على العيار ستات البيوت وبتطلع معكم بتاخذ العين حتى شوف منظر الصوص كمان بجنن يا سلام روحة جاية وروحة جاية وجاية روحها سأسئ وسأسئ يا معلم كل ما سأسئتي اليوم الخميس معلش بشكل أنا بقرط بالسين وقت بقول سأسئ بتطلع مدري كيف أنتوا قولوا عني يلا سأسئتي بما فيها الكفاية يا سلام ويوم السبت بشوفكم على الأكل لسه ما بعرف شو هي للصراحة يلا بنشوف شكرا يا شيف يا أهلا شكرا كتير لك يا شيف الشكر الأكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليومية لنا إن شاء الله حلقة الخميس وبالختام أسبوعنا
فعلا تكون نالت اعجابكم. بكره نهار العطله ان شاء الله يكون هيك على ضوء نقضي اذا ببيوتنا، وان شاء الله يكون امن وامان وبركه للجميع، تضلوا بالف خير.